دقيقة واحدة ونواصل مع فضيلتكم. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. خش يا ابو خلاص يعني توكل على الله. هذا حقك. ربنا يعطينا حقوق. نعم. بارك الله فيك. شيخ. هذا شيء جميل وانا يعني انا متطفل على مواد الشيوخ. استغفر الله استغفر الله يا حاشاك. حقيقة نعم حقيقة. بارك الله فيكم. زادك الله تواضعا وعلما على علم. تفضل. ينماث. كما يذوب يعني. يذوب. كما يذوبنا. دون ما قتل، دون ما سيوف، دون ما عراك، دون ما مشادة. سيدنا عيسى يعني ضد قضية القتل، طبيعة شخصيته. أنت لما تقترب من الأنبياء أحيانا الواحد يتدبر كده ويقرأ القرآن عن الأنبياء يجد واحد رد فعله عجيب. يعني أنت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتتحسس عليه. يا الله يا الله لتواضعه. يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه. نعم. عايز سيدنا موسى أول ما تجده تقف منتبها يعني شديد قوي وقف باحترام. عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تجد يعني شعور ما بين المحبة والمهابة، وأنك زي سيدنا أبو بكر يقول إيه، يقول أحب الجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك ثم النظر إليك. ينظر في وجهك. ينظر إليك. يا بس مش بس. اللهم صل بس وسلم. يحب ينفق ماله وينظر إليه، فدي متعة أخرى. نعم. فأكيد سيدنا عيسى ده مش رائحة زكية وبس. الله اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحلة. إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. فما بالك بروح الله عيسى، ده صناعة خاصة. صح. وهو له ملكات معينة. وهو حلو. جميل. ما في رسول إلا وهو جميل الطلعة. جميل سبحان كل الله. الرسل يعني جمال الطلعة هذه، لأن كل الملأ ليه يتغاظوا؟ يعني عنده رسالة وعنده وحي وكمان يعني حلو. خلقة ما في نبي مثلا تجده معيب الخلقة. سبحان الله سبحان الله مثلا يلحق به عند اللد فينماث كما ينماث هنا يتنفس يعني. المؤمنون الصعداء وأنصار الدجال أين يذهبوا؟ يقتلوا. بشوف ما يجدوا اسمع بقى اسمع. ما يجدوا ريح عيسى كافر إلا زهقت روحه. الله أكبر. حتى الكفار أصلا أتبعوا كل دول كل كافر بالرائحة بالرائحة. تبارك الله ما شاء الله سبحان الله. لا يحتاجون الى سيوف والى عراكات ولا عم نحتاج الى رائحه. شوف ان لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها. لا اله الا الله. اتركها خذ هذه. كيف نحلي انفسنا بهذه الرائحه الزكيه؟ اولا لابد ان يكون عندنا يقين ان احنا مسؤولين عن رفع أو حمل هم. أنا أريدك أن تنظر إلى الكاميرا يعني بهاتين العينين وفيهما دموع وتلك الخشية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني بعد سيدنا عيسى ما يقتل المسيح ويهلك كل كافر يشم رائحته، إذا يعني الأمنة تنتشر في الأرض خلاص يعود الأمن كما كان على زمن أبينا آدم. نعم. في ظلم، في افتراء، مفيش دولة ظالمة تظلم دولة، مفيش احتلالات، مفيش ظلم حاكم لمحكومين، في ظلم حاكم لشعب، في ظلم جار لجاره، في تعنت زوجة مع زوجها، مفيش إيذاء زوج لزوجته. خلاص الأمنة يعود حقيقة الإنسان كإنسان. كإنسان. الإنسان كبني آدم عبد لله، كلنا نستوي في أننا عبيد لله. كل الموجود خلاص مؤمنون بقى خلاص، دي درجة الإيمان دي. بحالة من الإيمان. فشوف انظر إلى إلى الـ إلى الـ إلى الأمنة. وينزل عيسى فيقتله فيتمتعون 40 سنة. العالم سيدنا عيسى سيقضي على الدجال في أول نزوله. لا أول ما ينزل. تمام. يعني إذن يحكم 40 سنة. 40 سنة. يعني ينتشر الأمن في الأرض. نعم. تمام. قال لك شوف يا سيدي. فيقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا. سبحان الله. تكرع الله ما فيش حد هي سبحان الله. والغنم وهي ماشيه لا تمر على حقل فلان او فلان لتاكل منه، حتى الامن صار عند الحيوانات. لا اله الا الله. بنص الحديث. لا اله الا الله. دقيق في الدار الاخر يعني بحاول اتحسس في فيما انقل للناس لان هذه امانه. صحيح. بارك الله فيكم. وتمر الماشيه بين الزرع لا تاكل منه سنبله. الرسول بيحدد. لا اله الا الله. والحيات والعقارب لا تؤذي احدا، والسبع على ابواب الدور لا يؤذي احدا. الله اكبر. وياخذ الرجل الحد من القمح، يعني
الحفنة مثلا حفن القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه 700 مد. يا الله خير وفير وبركة. يقال في زمن عمر بن عبد العزيز أو بعد عمر بن عبد العزيز أن وجدوا في بيت المال كيس في حبات قمح زي نواة البلح. حبات قمح؟ آه حبات قمح. فبكى الولي الأمر بكى ولا أذكر اسمه يعني وقال هذا قمح كان يستخرج زمن العدل. سبحان الله. البركة تحط يا ابني. على أول البركة دي منين؟ لا إله إلا الله. بالميزان المدفوعات وتعال. لا 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 لا. تأتي من عبادة العبد لربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى فيمكثون هكذا 40 سنة يعني بهذا الأمن والأمان. 40 قبل مدة 40 تظهر المصيبة الكبيرة وهي يأجوج ومأجوج على حياة سيدنا عيسى. طبعا يعني هو سيرى هو ده ما هو جاي من ضمن أهداف من ضمن يعني ما بإرادة الله عز وجل لوجود المسيح أنه هياخد بقية المؤمنين كما قلنا الباقين بقى ولما يبعث يأجوج ومأجوج لما يبعثوا إيه اللي يحصل؟ يملأوا يقتلوا الناس يعيثوا الأرض فساد المؤمنين بقى. يقتلوا ما هو جاي في الطريق يقتل بقى تمام فيظل يعني احنا اتفقنا بعد إذن فضلاتكم علمتنا الآن الكفر الكفار لم يبقى إلا المؤمنين فتأتي يأتي يأجوج ومأجوج للفتك وقتل وتخريب الدور وزي بالضبط التتار بعد هذا العدل وهذا البركة طبعا حرام تمام يبدأ سيدنا عيسى يوحي الله إليه مدى من الوسيلة بين السماء والأرض لابد من وحي سيدنا جبريل فالله عز وجل يأمر سيدنا عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور فهو حرز خدهم وحرزهم يعني احفظهم خدهم هناك عند الأماكن اللي حدثت فيها طور سيناء طور سيناء التي كلم الله فيها في مصر. كلمه نعم صحراء سيناء في مصر طيب. قبل أن ندخل مع يأجوج ومأجوج سؤال ربما يكون ساذجا يعني لا تفضل ما فيش ساذج في الموضوع وقت سيدنا عيسى ستكون هنالك دول وحكام ورؤساء وحكومات والله لا أدري يا ابني هل خربت الدنيا أم هل انحصرت الدنيا هكذا شكل الدنيا الله أعلم يبدو أن الأمر فوق وصف الواصف لا إله إلا أنا ما وصلت يعني وأنا عدم قريب إلى, 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 إلى تحقيق في هذا الأمر لكن أنا وقف عندما يعني كأني أسمعه من رسول الله فقط هذا ما أنقله لكن لا أدري نعم أسئلة ربما بالفعل ليست لا إجابات لكن يعني الله يعني كيف الله. تكون نعم. الدنيا نعم. وقتها نعم يا سيدي بعد 40 سنة أو قبل 40 سنة أيوة. يخرج يأجوج ومأجوج تمام وهم من كل حدب ينسلون يعني ربما تكون هذه الحرب العالمية الثالثة مثلا الله يعني سبحان الله يجوز هذا يجوز سبحان الله العظيم يجوز